لو بنتكلم بقى على استخدامات الماجنتيك ريزونانس ايميجنج، هنلاقي انه ممكن يستعمل في حاجات كتيره جدا، مش بس الحاجه المعتاده اللي احنا متعودين عليها اللي هي الاناتومي، لا احنا ممكن نصور بيه فيسيولوجي كمان، ممكن نصور بيه انجيوجرافي، يعني نصور بيه البلاد فيسلز الموجوده، نطلع ماب للبلاد فيسلز الموجوده، ممكن نصور بيه ديفيوجن. ديفيوجن ده معناها الحركه البطيئه جدا بتاعه حاجه زي الميه او بتاعه بعض المواد اللي بتتحرك، او المواد اللي هي العضويه اللي بتتحرك جوه الجسم، ودي بتستعمل الحقيقه في حاجات كتير قوي، منها تصوير الاعصاب، وفي جزء بتاع البرفيوجن برضو اللي احنا بنشوف برضو البلاد يعني بيوصل ولا لا للتيشوز، وممكن نعمل بيه حاجة الحقيقة متميزة جدا جدا مش موجودة في حاجة تانية تقريبا من الطرق التانية، اللي هي الاسبكتروسكوبي. ان احنا نقدر نعمل ماب لانواع الميتابولايتس الموجودة جوه جسم الانسان. ده مثال للصورة بتاعت اناتومي، زي ما احنا شايفين كده الاناتومي شكله فيري اكسكويزيت، يعني شكله جميل جدا وموضح كل الاجزاء اللي جوه الهيد، يعني الجزء ده البرين، وبعد كده هنا شايفين حتى اللي هي الاورال كافيتي موجودة، جزء ده جزء من الـ يعني الجزء ده السباينال كورد موجود عندنا هنا، يعني في كل حاجه تقريبا واضحه عندنا في الجزء بتاع الاناتومي دوت. احنا ممكن نعمل حقيقه في الوقت الحالي ممكن نعمل هول بودي ايمجينج بالشكل اللي هو ريزولوشن عاليه جدا اللي بنشوفها في الام ار اي دي، والحقيقه بيطلع يعني الريزولوشن بتاعتها بتبقى عاليه جدا جدا، وتبقى فعلا مفيده جدا عشان تشخيص اي حاجه في الجسم. ممكن برضو نصور بيه زي ما قلت، نصور بيه الانجيوغرافي، يعني نطلع البلاد فيسل تري بتاعت مثلا الهيد بالشكل ده كده. والحقيقه في ميزه مهمه جدا في الانجيوغرافي في الام ار اي، ان احنا مش محتاجين كونتراست ايجنت، دي طبعا ميزه اساسيه جدا. ممكن نحط كونتراست ايجنت، بس اكشوالي لو احنا مش محتاجين او احنا مش عاوزين نحط كونتراست ايجنت، ممكن نصور الشكل الجميل اللي احنا شايفينه قصادنا ده من غير كونتراست ايجنت. ممكن نصور حاجه اسمها فانكشنال ايميجنج، يعني مثلا الصوره اللي احنا شايفينها قدامنا دي صوره بتاعت مريض بيفكر بجزء معين من مخه، اوكي، بنقدر نعرف انهي جزء في المخ اللي شغال دلوقتي، دي بحاجه اسمها بولد كونتراست. طبعا دي حاجه يعني غير عاديه الحقيقه ان احنا نقدر نصور الفانكشناليتي بتاعت البرين نون انفيسيفلي، دي حاجه الحقيقه ما حصلتش قبل كده في اي موداليتي تانية، فطبعا بتفيدنا كتير جدا في فهم الفسيولوجي بتاع البرين بطريقه ما شفناهاش قبل كده. ممكن برضو زي ما كنت بقول ممكن نستعمل جزء بتاع الديفيوجن عشان نطلع الشبكه بتاعت الاعصاب اللي موجوده جوه المخ، وممكن بقى نطلع زي ما كنت بقول برضو الجزء بتاع الاسبكتروسكوبي، ان احنا نطلع مابس للميتابولايتس الموجوده في جسم الانسان، يعني في مكان معين مثلا هنا زي المخ مثلا واخدين سلايس معينه، بنرسم ماب لحاجه زي اللاكتيت او الكرياتين او الكولين او الحاجات دي كلها، ممكن نطلع لها ماب بالشكل اللي احنا شايفينه ده، طبعا حاجه مميزه جدا 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 موجوده في الام ار اي.